ولدت دانيتسا كيرستيتش في عام 1995 في مدينة كراغيفتس، وهي تمارس الغناء منذ الخامسة من عمرها. وبخلاف أترابها، فإن الجزء المركزي من اهتمامها الموسيقي تركز على الأغنية التقليدية والحفاظ على الموسيقى الصربية القديمة. إنها مغنية نشيطة للمركز الخاص بالحفاظ على التقليد والثقافة المسمى بمركز أبراشيفيتش من مدينة كراغيفتس، الذي درس فيه نجوم الموسيقى الإثنية الصربية مثل يالينا توماشيفيتش وسونيا بيريشيتش وبورا دوغيتش وغيرهم. وكان ظهورها الأول العام الكبير مع المغنية يالينا توماشيفيتش عندما غنت معا أغنية جديسي بيلو ياريمويا. وفي هذا الوقت، عندما كانت دانيتسا كيرستيتش في السادسة من عمرها، حازت بصوتها الجريء الجميل على إعجاب الجمهور، ويمكن القول أن بدايتها هذه مستمرة حتى يومنا هذا. هي أجمل قصة في هي بطلتها الرئيسية. أول ظهور دولي لدانيتسا كيرستيتش كان في مدينة بيرن، حيث افتتحت بأغنيتها الدورة الأولمبية العالمية للأطفال في عام 2005. وفي الملعب الغاص بالمشاهدين في هذه المدينة استمع إليها أكثر من 40,000 من الناس. وفي نفس العام ظهرت كضيفة عند بيليانا كيرستيتش وفرقة بيستريك، وهو ما فتح لها الأبواب على مصراعيها للظهور في مختلف أنحاء صربيا. وفي الحفلة الموسيقية لفرقة أعمدة جورج ظهرت كضيفة في يوغودينا. وإلى جانب العديد من الحفلات الموسيقية، ينبغي ذكر مشاركتها كضيفة في إذاعة وتلفزيون صربيا، وظهورها في الاحتفال الموسيقي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أكاديمية العلوم والفنون الصربية التي أقيمت في بلغراد. وحاليا تدرس دانيتسا كيرستيتش في المدينة الموسيقية الثانوية في كراغيفتس قسم الكمان، ولديها رغبة كبيرة في مواصلة الدراسة قسم الموسيقى الإثنية في كلية الموسيقى والفنون في بلغراد. ويفضل الإقبال الكبير على مشاهدة مسلسل النسر الجريح من إنتاج إذاعة وتلفزيون صربيا، فإن عدة ملايين من المشاهدين كانت لديهم فرصة لسماع تقديمها للأغنية الشعبية زاسبو يانكو. يا ترغنم زلاتنو غرانو مي